السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي جريدة الحدث فانكوك، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر. كما كتشوفوا معنا لليوم الثاني على التوالي الجماهير ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي خارجين أمام ولاية جهة فاس مكناس في وقفة احتجاجية ثانية لكي رافعين هذا الشعار أمام ولاية جهة فاس مكناس وسط استنفار أمني كبير بعد المباراة اللي لعبها فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة. فمباشرة بعد هذا اللقاء الجماهير جاءوا لهنا أمام ولاية الجهة في هذه الوقفة الاحتجاجية. الجماهير البارح وصلوا هذا الميساج عبر التصريحات اللي كانت شوية مثيرة. فاليوم أيضا غادي ناخذوا من عندهم تصريحات شنو السبب اللي خلاهم لليوم الثاني على التوالي كيخرجوا هنا أمام ولاية الجهة في هذه الوقفة الاحتجاجية. فغادي نمشيو متابعينا ناخذوا مع أحد الجماهير ولا ممثل ديال الترافطة التي قلت لي غيعطينا تصريح بعد قليل بخصوص شنو السبب اللي خلاهم اليوم يخرجوا في وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي. السلام عليكم. اليوم كنشوفوا للمرة الثانية على التوالي، اليوم الثاني على التوالي بعد المباراة اللي لعبها فريق المغرب الفاسي كرة السلة خرجوا في وقفة احتجاجية أمام الجهة، شنو السبب وشنو نفس السبب البارح ولا شنو الميساج اللي بغيتي توصلوا إن شاء الله؟ حيت حنا هنا كما شفتوا اليوم الثاني على التوالي واحد الوقفة اللي هي سلمية، هذا باش نسطر عليها باش الناس يعرفوها، واحد الوقفة اللي هي سلمية اللي جات كتكميلات حيت ما شفنا حتى شي حاجة تغيرت، نفس التعاملات ونفس الاضطهاد مثلا والتضييق خلاو في كل شيء من طرف ما عرفت زعما شنو هو السبب. الناس بورقتهم كيجيو غيدخلوا وكتلقى ان نفس التضييق باقي كما كان. هادشي ماشي والد هذا النهار ولا والد البارح، ولكن وراه واحد بزاف ديال الحاجات اللي كل نهار مور نهار كيتزادوا. هادشي بدا من فاش كنا مازال كنلعبوا في المركب لا بريباراسيون تيفو كيجي المسؤول كيولي نعاس الكابو ديال المجموعه كيقول له انت نصيفطك للحبس بلا سبب حتى شي حاجه. ما عرفتش عنده زعما شي مشكل شخصي معانا، وهذا الشيء بقى غادي كيزاد. حنا من المبادئ ديال كما كيعرف كل شيء من المبادئ ديال 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 المبادئ ديال الالترا ومجموعتنا حنا كمجموعه ما نعطيوش شنو هو المضمون ديال التيفو. دونك بدا هذا الشيء ماتش مور ماتش كيتزاد، ولينا كنلقاو في كل ماتش كنلقاو كل مره كيبدعوا في شي طريقه باش انهم يجيو يضيقوا على الجمهور. هذا الشيء ما يمكنناش نديروه، ما يمكنناش تكون البلاد مقبله على واحد تنظيم واحد التظاهرات، وممكنش يكون استثمار مثلا في الناس والطريقه ديال الجمهور كيفاش يدخل. ما عرفتش انا الناس بورقتهم وليتي كتلقى معاهم كتلقى مشكل ديال الدخول فابور حتى حاجه. الناس الجمهور جايين يدخلوا نهار مور نهار زعما هذا هو المشكل. هذا هو المشكل اللي خلانا اننا البارح نسمحوا فرقتنا ونجيو نوقفوا، ومازال هذا النهار ومازال الى طلب الامر مازال غنجيو نوقفوا. حنا الكرامه ديال الجمهور هي كل شيء. الا كنا باغيين يكون نديروا واحد الاستثمار في الناس اللي يكونوا واجدين لواحد التظاهرات اللي هي في المستقبل. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. فمتابعينا كما سمعتوا فاليوم الثاني على التوالي جماهير فريق المغرب الرياضي الفاسي. مازال معنا شخص اخر اللي غيعطينا تصريح كتكميلي للتصريح الاول. فاليوم الثاني على التوالي جماهير المغرب الرياضي الفاسي كيخرجوا هنا امام ولايه الجهه في وقفة احتجاجية سلمية. الرسالة ديالهم غنخليوكم معهم هما اللي كيوصلوها للجهات المسؤولة وخاصة للسلطات العمومية ولا السلطات المحلية هنا في مدينة فاس. فالجماهير بعد المباراة مع مجد طنجة بعد المباراة ديال مجد طنجة وربحوا فريق المغرب الرياضي الفاسي فاز بالمباراة بالأمس. ايضا فريق المغرب الرياضي الفاسي لكره القدم فاز في المباراه ضد فريق الجيش الملكي اللي خولت له انه يحتل المركز يعني المركز الثاني بعد نهضه بركان اليوم عاد لعب 18 نقطه. اليوم ربحوا باسكيت ربحوا مجد طنجه 87 مقابل 57، لكن الجماهير رغم ذلك كما سمعتوا في التصريح اللي كان قبل ديال واحد من الجروب ديال الفاتال تيغرز اللي كيقول انهم كيخرجوا بشكل سلمي كيدخلوا للملعب بشكل سلمي.
فاليوم الرساله ديالهم الجهات المسؤوله عبر الموقع ديالنا كنبقاو حنا في تمام الحياديه فقط كننقلوا الصوت ديالهم للجهات المسؤوله ان شاء الله لا حول الله. اجي معنا اخويا اجي معنا. السلام عليكم. جينا اليوم نوصلوا واحد الرساله ديالنا لولي الامن اللي كيمارس علينا واحد الضغوطات وواحد الاعمال قمعيه اللي حنايا كنتشكاو منها كجمهور فاسي عموما اللي كنساروا المغرب كامل كنمشيو له ما كنلقاوش واحد المعامله اللي كيعاملونا بها هاد الناس ولينا كنحسوا براسنا مستهدفين من عند ولي الامن. الاسباب الواهيه اللي كنتمنعوا عليها من ولوج الملعب ديالنا واخا كنحملوا التذاكر ديالنا بطرق سلميه كذلك كنتقابلوا بالقمع. بغينا نفهموا غير شنو واقع على الجماهير اخرى كتحل بمدينه فاس وكتعامل معامله اللي ما كنتعاملوهاش حنا. هادشي هذا ماشي والد اليوم، هادشي هذا والد واحد المده ديال طويله لدرجه انه ابسط الحقوق ديالنا كنتمنعوا منها. ما تدخلش معاك الماء، ما تدخلش الوسائل التشجيعيه، ما تعبرش على الراي ديالك مع العلم اننا في بلاد الحق والقانون. هاد القرارات المزاجيه ديال هاد ولي الامن بغينا نلقاو لها شي حل. حنا جينا اليوم نقولوا له باللي هاد الشيء هذا غنديروه اليوم وغدا وبعده ويمكن تطور هاد المسيره الاحتجاجيه ديالنا لحوايج اخرين. حنايا كنطلبوا من هاد ولي الامن يكون كله اذن صاغيه ويفهمنا باللي حنايا المطالب ديالنا مشروعه. كنطالبوا باش ندخلوا في الملعب ديالنا باحترام، احترام كانسان. هاد الشيء اللي كيضمنوا لنا الدستور، حقنا مكفول في الدستور. حنا كنسولوا هاد ولي الامن علاش حنا مستهدفين، علاش كنتمنعوا من ولوج الملعب باسباب واهيه. وشكرا. شكرا بارك الله فيك. متابعينا كما سمعتوا فهذا واحد ايضا من الجروب ديال فطال تيكرز اللي وصلوا الميساج ديالهم للجهات المسؤوله عبر هذا المباشر. فحنا كنبقاو حياديين كل الحياد فقط كنوصلوا الصوت ديالهم للجهات المسؤوله. نتمنوا من الله انه يكون شي حوار ما بيناتهم لان صراحه ما نبغيوش شي امور تطور لشي حاجه اللي ماشي هي هذيك، لان الى بقات هذه الاحتجاجات هذا الاحتقان فممكن انه يخرج على السيطره كما قالوا. فنتمنوا من الله خير. تحيه لكم متابعينا الى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله.